السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل مشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج. برحب بيكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. طبعا أنا فوق النخلة دلوقتي وبعمل عملية جمع ثمار النخيل البلح، وكما قال الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء عن التمر والبلح، قال: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. يا سلام يا سلام يا أمير الشعراء. طبعا زي ما احنا شايفين البلح أو التمر من عمتي النخلة حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. البلح محصول أو فاكهة صيفية نقدر ناخدها أو نجمع الثمار في فصل الصيف، وتحديدا في شهر 9 اكتمال النضج الثمار. طبعا مش كله بينضج مرة واحدة، احنا بنعمل عملية هز النخيل واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. بناخد البلح المستوي اللي هو البلح الرطب، وبنسيب البلح الأحمر علشان يستوي. زي ما احنا شايفين البلح الرطب بيكون باللون الأسمر، ده بلح حياني، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. العملية دي بتتم يدويا من خلال عملية الهز، ان الشخص بيطلع بالمطلع، يربط المطلع حوالين وسطه وبيطلع على النخلة واحدة واحدة، ويبدأ يضع المشنة او الشيء اللي حط فيه البلح علشان ينزله بعد كده بالحبل واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. ونهز النخل ونلف على صباطة صباطة، يعمل عملية هز النخيل وننزل الثمار الناضجة أو المستوية بلح الرطب. هذه النخيل وادي البلح، حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، وتدعمونا باللايك والشير. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.